الأكيلة في كل مكان. أهلا بيكم وحلقة جديدة من فندق كونكورد السلام مصر الجديدة. نادرا ما بنعمل حلقات من جوه فنادق، لأن الفنادق بيبقى عندهم السيستم بتاعهم بعيد عن الأكيل، ولكن أبو عوف اللي احنا هنعمل حلقة النهاردة من عنده مشهور من سنة 2003، ليه اسم وليه شهرة من 2003. تعالوا ندخل في التفاصيل، ندخل في الفليفر، نشوف إذا كان الأكل المنشي بتاع الفايف ستارز ولا برضو مديني الفليفر بتاع ولاد البلد في الأكل الشرقي والأكل المصري. تعالوا نعيش تجربة مع بعض. بحاول دايما من وقت لاخر لما اقدر استضيف الفنان اللي انا هدوق اكله، وانا مصمم ان اقول فنان، الشيفات فنانين يعني. عايزين نبتدي الاول ابو عوف. ابو عوف اسم كبير، انت بقالك كام سنه انت اللي ماسك المطبخ بتاعه؟ من ساعه الافتتاح بقى 4 سنين. من ساعه افتتاح ابو عوف ده؟ من ساعه افتتاح ابو عوف ده. اوكي، انت ما حضرتش يعني تاريخ ابو عوف؟ حضرت تاريخ ابو عوف الاولاني. الاولاني لما كان في رمضان بس. لما كان في رمضان بس، سافرت بره مصر ورجعت تاني لما فتحنا ابو عوف ده. ومسكت ومن ساعتها وانت اللي ماسك هنا؟ من ساعتها وانا. طيب نبتدي بالمنيو بتاع ابو عوف. هو يعتبر اكل شرقي ولا اكل مصري؟ لا اكل يعني مصري. في اطباق انا شفتها مش مصري، يعني ممكن نقول ان هي شامي، ممكن نقول ان هي شركسي. هي يعني ما فيش غير الشركسيه بس هي اللي تعتبر تركي. بقيت المنيو كله مصري. مصري 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 مصري. دايما في المنيو المصري بيبقى فيه تحدي ان انت بتدوق الناس اكل هما بياكلوه في بيوتهم، اكل بتاعنا، وعاده بيبقى كل واحد مرتبط بالطعم اللي اتربى عليه. ايه مدى صعوبه ان انت تقنع حد انه ياكل اكل بتاع بيتهم بس ياكله عندك؟ دي حرفيه الشيف بقى. حرفيه الشيف ان هو يعمل اكل بتاع البيت في مصر وياكله للناس في المطاعم. لازم يكون عنده حرفية عالية جدا ان هو يطلع اكل بتست ممتاز عشان الناس تدوق وتاكل. طيب وانت بتعمل بالتيست بتاع الفايف ستارز ولا بتعمل بالتيست بتاع البيوت؟ لا، ميكس ما بين البيوت وما بين الفايف ستارز. اوكي. كمطعم ابو عوف انت مرتبط بالحاجات اللي بيشتريها المطبخ المركزي ولا انت بتختار حاجتك بنفسك وانت اللي بتطلب الانجريدينتس بتاعتك؟ كل الانجريدينتس احنا اللي بنطلبها واحنا اللي بننزل نختارها. السبلاير بتاع الاوتيل هو اللي بيجيب لنا الحاجه واحنا بننزل بنلاقي اجود. كل مطعم بينزل يختار الحاجه بتاعته؟ كل مطعم بينزل يختار الحاجه بتاعته، كل مطعم بيستلم البضاعه بتاعته من السبلاير. كان ليك يد في المنيو من الاول؟ في توضيب المنيو؟ اكيد مع الشيف العمومي. الشيف العمومي. الشيف العمومي هو فينشينزو اللي كنا استضفناه زمان من اكتر من سنوي. اكتر من سنوي. في المطعم الايطالي صح؟ هو دلوقتي بقى هو الشيف العمومي. اكيد. طب وكايطالي يفهم في الاكل الشرقي بتاعنا؟ اكيد بيفهم عشان هو بقى له 12 سنه زي ما قال حضرتك قبل كده، دلوقتي بقى له حوالي 17 سنه في مصر او 16 سنه، فهو بياكل وكل يوم بياكل من عندنا من المطعم هنا، ما بياكلش اكل ايطالي. فعلا بياكل. طيب ده دي علامه يعني، ده شابوه بقى ان انت بتعرف تخلي الطليان ياكل من عندك. اكيد بياكل كل يوم من هنا. طيب هناكل ايه؟ هتاكلني؟ هتدوقني؟ هدوق حضرتك حاجات يعني سبيشال معموله في المطعم مش 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 موجوده كتير بره. مش منتشره قوي بره. مش منتشره قوي بره. اوكي، زي ايه؟ يعني مثلا نبدا بالستارتر، مثلا نبدا ادوق حضرتك مثلا البصاره. يعني بتتعمل في البيت ومش موجوده في مطاعم كتير بره. بس خلي بالك انا عندي بصاره في البيت. ما اقولكش يعني. هنشوف الفرق. طيب نشوف بصاره ان شاء الله. ونعمل بتنجان مخلل. اوكي. وطماطم مخلله. اوكي. وطحينه جنب جنب الكبده الاسكندراني. ده في كبده اسكندراني؟ كبده اسكندراني. طب كويس عشان اسقي الطحينه. طيب بس ده عايز عيش بقى، ده عايز عيش حلو. في عندنا عيش بلدي بتعمل هنا في المطعم يعني. بس انت كده ظبطت. بصاره وكبده بالطحينه يبقى لازم عيش. عيش. انا اكيل مش رمرام. طيب نخش على المين. المين كورس هنعمل برضو حاجه برضو مش موجوده بره، فتت الملوخيه. فتت الملوخيه؟ فتت الملوخيه ده هي عباره عن ملوخيه جواها عيش يعني؟ هو عيش ومتسقي بالملوخيه وفي رز ابيض والفراخ. ده فته بجد. فته وصلصه الفته حوالين الفراخ كده يعني. طب حلو، هتعجبك. اوكي، دي ما دقتهاش في حته ثانيه قبل كده. ده مش معناه ان هي مش موجوده، انا بس بقول ان انا ما دقتهاش قبل كده. اوكي. وايه تاني؟ هنخش بقى على
على الحلو بقى. ماشي هتديني مين ديش واحد بس؟ لا 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 انت فاهمني غلط، لا عايز واحد تاني يعني نختاره بعدين. طيب نختاره بعدين. والحلو؟ الحلو بقى عندنا في عندنا حاجات كتير سيليكشن كتير من الحلو، بس انا قالوا لي انا قالوا لي انت بتعمل ال 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 القرع العسل سخن بطريقه حلوه. طريقه حلوه احب اجرب ده، لان انا ميزه القرع العسل بالنسبه لي انا انه مش مسكر قوي. أيوة. فانا بحب عامه السكه دي يعني. تمام. طب اوكي خلاص يلا نخش في الجد على الاكل. هنبتدي ب الابيريتيف او يعني فتح الشهيه. انا تصممت ان اطلب البصاره رغم ان انا مش بصراوي يعني مش بتاع بصاره قوي، بس انا عندنا في البيت بيعملوها حلوه قوي لدرجه ان انا باكلها واكل عليها فحل بصل مثلا، فقلت اجربها في مطعم يبقى عامله ازاي. اوكي طبعا البصل المقلي اللي على الوش طبعا ده من اساسيات البصاره، وطبعا البصاره تتكتب في ناس تقولها بصاره باي ذا واي في ناس تقولها بصاره. المهم يعني تبدا الاول كده مختلفه، طبعا مختلفه يعني بصاره للناس اللي عارفه ده عيش هم بيعملوه هنا سامعين طبعا القرمشه. البصارة الخلطة بتاعتها كل واحد بيخلطها بطريقة مختلفة. مش وحشة. مش وحشة بس مش اللي أنا كنت متوقعه. طيب ندخل على كبدة، طبعاً في بتنجان مقلي مخلل وطماطم وطحينة. نبتدي الأول ناكلها رو يعني من غير رو بمعنى مش نية بمعنى ان مش عليها مش محطوط عليها حاجة. وبعدين ندخل ايوه بقى ايوه بقى دلعني بتضايق قوي لما ادوق كبد عند حد والاقيها مفتلة. ده هنا انا مش عارف هم عاملينها بكده بتل ولا ايه معرفش يعني كبده الصفت بالخلطه الصح. دي بقى ما تدقش كده، دي بقى تدق بطريقه مختلفه تماما. طبعا اللي متابع الاكيل هيعرف انا هعمل ايه دلوقتي حالا مش محتاجه. قبل ما اعمل بس عايز اقول لكم حاجه وهي من الطفاصه ان بس الاكيله اللي بيعملوها فانتوا هتفهموني قوي، اللي بيحب الاكل هيفهم قوي اللي انا بعمله دلوقتي. انت هتاخد حته العيش الحته الطريه وتقوم مسقي في السمنة بقى والخلطة بتاعت الكبدة اللي بتبقى تحت. وطبعا لو انت طالب معاه بطاطس محمرة شيل شوية كبدة وحط كام بطاطساية جوه الصوص ده بالذات لما تبقى طعمها حلو. طبعا لا طبعا مش هينفع مش كده. بص بقى هناخد الكبدة بما ان احنا في مطعم 5 ستارز فانا بقى مؤدبين ومحترمين، وناخد الكبده بالمعلقه وبتاع بس من غير الصوص بقى يعني ايه الحركه دي مش عايزه صوص. تمام. وبعدين تقوم حاطط عليها طحينه طحينه وتدعي لي. ده انا نفسي بدعي لي. بهدلت نفسي بس هي الحركه دي لازم تتعمل بصراحه. وطبعا الشيف انا هتخانق معاه ان هو حاطط شطه في الطحينه. ليه كده يا شيف؟
وانا على حظي نشنت على الحته اللي فيها الشطه. طيب من المرات القليله اللي دقت فيها كبده حلوه حلوه بجد، مش بس الخلطه كمان نوع الكبده. وبعدين ندوق البتنجان المقلي او مخلل. حلو. طب مش هدوق الطماطم خلاص بقى، مش عايز ادوق الطماطم حرمت. بس خلطته حلوه قوي، هم قالينه ومخللينه. في ناس تانية بتسلق وتخلل. حلوه حلوه جدا يا باشا. نار، الحقوني بحته الكبده طفي النار. تم نخش على اللي جاي. جينا دلوقتي للمين ديش او الاطباق الرئيسيه، وهو فتت الملوخيه بالفراخ والرز. اوه ده الملوخيه لوحدها والفته بالفراخ لوحدها. طيب جود، ميرسي يا امنيه، ميرسي يا امنيه. اوكي وبعدين ده الرز المعمر باللحمه البيتيلو، ميرسي يا سلمى. اوكي طيب ندخل بقى نبتدي بايه. ده بيفضل سخن فتره فسيبه وابتدي بالفته. المفروض ان انا احط الملوخيه عليها وادوقها كلها على بعضها، بس انا الاول عايز ادوق الملوخيه الاول لوحدها. هم عاملين لير العيش متساقي بالملوخيه والرز والصلصه بتاعته والفراخ فوق بعض. هي فيها سنه صلصه طبعا عشان فته. طعمها حلو، ملوخية حلو. طبعا هو محدش ياكل ملوخية شوربة الا الاجانب يعني، بس انا كنت عايز ادوقها لوحدها. بعدين نعمل ايه بقى؟ هودي ده هناك كده وهجيب ده هنا، وبعدين وماضين. طب قبل ما ارش رشة الملوخية ادوق لوحدها. فلاح اللي انا بعمله ده. طيب تعالى نعمل حاجة بأصولها. ماشي حاضر، نجيب الطبق هنا ونجيب المعلقه اللي هم حاطينها. طالما حاطط معلقه يبقى هو عايزك تغرف، ما تاكلش من الطبق يعني. اوكي اهو. بصوا بقى بانت العيش من جوه متسقي بالملوخيه اصلا. وبعدين نحط واحده فراخ وندوق، وبعدين نشوف اذا كانت محتاجه تتسقى ملوخيه تانية ولا لا. طيب هاخد حته فراخ مع الميكس كله، العيش بالملوخيه بالرز. بصوا انا مش اكل فته، واللي يعرفني شخصيا يعرف ان انا مش اكل فته، بس دي طعمها حلو. وهقول لكم طعمها حلو ليه؟ ليه عجبني انا؟ ما هو كل واحد طبعا بيغني على ليلى. لانها مش غرقانه توم زي ما ساعات بيعملوا في البيوت في الفته. فانا بقى على عكس الناس كلها انا عجباني. الحاجه الثانيه العيش مش صايص. رغم ان هو متسقي بالملوخيه و مش صايص. طيب شفاني دي والكبده من ورا العقل. ادوني دقيقه بس. بصوا يعني انا المفروض ان انا بدوق، بس لما بتبقى حاجه عجباني قوي بصراحه بستهبل واخد لي شوكتين ثلاثه كمان.
طيب ناخد الاول بق الليمون بنعناع عشان نفصل الطعم، وهطلب ان انا اغير الطبق عشان الطعم ده ما يدخلش على ده. انا ليه غيرت الطبق؟ لان الفليفر بتاع الفته مختلف تماما عن الفكره بتاعه الطاجن الرز المعمر باللحمه البتلو، فعشان كده ما كنتش عايز الطعم يتخلط ببعضه. ساعات بعمل كده وساعات لا، لما ببقى خدت حاجه صغيره فباخدها في كورنر الطبق بغير كورنر بتاع الطبق وخلاص، انما انا هنا عشان فرشت في وسط الطبق فكان لازم اغيره. نيجي بقى على هذا بتعب يا جماعه، بتعب والنبي بتعب عشان اعمل لكم الحلقات دي والله. طيب لحمه بتلو مع رز معمر، اي رز ولبن، ولو يعني الشيف كمان مفتري يبقى شويه قشطه. نرجع ده بقى كده. دي كبده بتلو مش لحمه بتلو، انا فهمت غلط. طبعا بما اني زودت واحده كمان، تعرفوا ان انا دقت وعجبتني فرحت واخد معلقه كمان عشان بديكم شويه مفاتيح كده للحلقه. مسقيه شوربه طبعا، حلوه قوي طبعا، دسمه من اول ما بتبتدي تندغ وانت شايف انها دسمه طبعا. يعني ما ينفعش رز معمر بالكبده البتلو وتبقى خفيفه دايت، ما ينفعش طبعا. عاجبني حاجه كتير قوي بقى. نمره واحد ان الرز مش معجن، الرز مفلفل حلو رغم انه ماشي لبن وماشي مع، ده معناه انه هو بيعمله المراحل بتاعه سواه هو عملها صح، انها ما تعجنش منه ولا تبقى الدنت بالزياده. واضح ان الكبده متحمره الاول قبل ما تتحط، ده على قد ما مدي طعم حلو على قد ما نزود طبعا تقل الطاجن. حلوه قوي لا بجد يعني، سيبونا استمتع شويه. جينا بقى للحلو وهو قرع العسل. يا لهوي للاسف الريحه ما اعرفش اوصفها، بس اقدر اقول لكم ان فيها اسمه ايه، سوري اهم حاجه احلى، وهي ان انا هوريكم القرع مكسرات بشاميل بروليه. لا ومكسرات بجد، ده بقى ميزه ان انت بتاكل في مكان نظيف يعني. مكسرات بجد مش سوداني ما اضحكش عليك يعني. اوكي هاخد معلقه ثانيه كمان، انتوا عارفه ماليش في الحلو قوي يعني. اللي انا عرفته كمان انه بيتاكل سخن وساقع. انا شخصيا انصحكم بالسخن. طيب ما يرجعش ده بقى، ده يقعد ده. تعالوا الاول نتكلم في الاسعار زي ما عودناكم، وبعد كده نخش على التلخيص بتاع التجربه كلها على بعضها. اوكي المزات اللي ابتدينا بيها، طحينه 19 جنيه، طماطم المخلله 19 جنيه، البصاره 19 جنيه، بتنجان مقلي بالثوم 19 جنيه، بعد كده الكبده الاسكندراني 49 جنيه. الطواجن طاجن الفته بالفراخ والملوخيه 70 جنيه،
طاجن الرز المعمر بالكبده البتلو 70 جنيه والقرع عسل ده 38 جنيه. طيب انا عاده ما بعلقش على الاسعار لان كل واحد اضرب بميزانيته، ولكن لازم اقول ملاحظه مهمه ان ده مش اسعار فندق خمس نجوم، فمن الواضح ان هم فاصلين ابو عوف كبراند، وجوده جوه الفندق مش مخليه يستخدم اسعار الفندق. طبعا اسعار الفايف ستارز اوتيل اعلى من كده بكتير، ده حاجه. الحاجه الثانيه دي اتاكدت لي اكتر وانا بتكلم مع الماركتنج تيم بتاع الاوتيل، ان هم بيسوقوا ابو عوف كمطعم مش كمطعم جزء من فندق، لذلك هم بيدوا فرانشايز لابو عوف مش للفندق كله كونكورد السلام، لابو عوف بيدوا فرانشايز لمطعم. حاجة لذيذة قصة أبو عوف لقيتها مكتوبة في المنيو من جوه، وهو إنه في شهر رمضان 2007 أطلق اسم أبو عوف لأول مرة بفندق السلام، لما كان الفنان عزت أبو عوف بالاشتراك مع الفندق طوال شهر رمضان بيقدم برامج فنية والفندق بيقدم الأكل والشرب، فمن هنا جه اسم أبو عوف. وكمل بعد كده، أنا حضرته سنين كخيمة رمضانية بتشتغل كل رمضان، وبعد كده بقى المطعم. طبعا انت واخد ميزه مهمه ان انت واخد نظافه وتيست وتجربه المطعم الفايف ستارز او المطعم اللي جوه الفندق، بس في نفس الوقت الاسعار صدقوني يعني لو انا عشان اكل فته بالفراخ والملوخيه بره في فندق فايف ستارز بجد مش هدفع 70 جنيه، فعشان كده هدفع اكتر يعني. فعشان كده موضوع السعر ده ايقنت او اكد لي ان هم فاصلين شويه البراند بتاع ابو عوف عن بقيه مطاعم الفندق. طبعا برضو بتاخد سيرفيس معين زي ان المناديل المبلله يبقى مكتوب عليها الاسم والكلام ده كله، التفاصيل الصغيره اللي بتخلي التجربه اجمل. في حاجه تانية هتبقى ميزه لبعض الناس، هي مش ميزه بالنسبه لي وممكن ما تبقاش ميزه لناس تانية، ولكن برضو طالما بنغطي التجربه كلها بنقولها، هم بيقدموا شيشه، فانت ممكن بالنسبه للناس اللي بتحب تشيش بعد الاكل هينبسطوا قوي في ابو عوف. بالنسبه للناس اللي ما بتحبش ريحه الدخان يعني ابو خدوا ركنه مثلا، يعني هو العكس بقى، هيبقى في ركنه غير مدخنه لانه من الواضح ان موضوع الشيشه ده بقى منتشر بزياده يعني. anyway اتكلمنا عن السعر، اتكلمنا على الكواليتي، اتكلمنا على الطعم، اتكلمنا على او بنتكلم على الشباب اللي شغال هنا، وده طبعا بما انك انت الريكروتمنت جاي من فندق فايف ستارز فالطبيعي ان الشباب اللي شغال هيبقوا ناس مختارين حلو يعني كخدمه وكبرزنتيشن وككل حاجه. فانت بتبقى قاعد الجو كله على بعضه بالفليفر بتاع الاكل بالجو المحيط بيك بالمزيكا بالافلام بتعيش تجربه شرقي قوي ومصري قوي، وفي نفس الوقت في رايي الشخصي المتواضع ما بتدفعش كتير قوي رغم ان انت جوه فندق خمس نجوم. كده احنا لمينا التجربه، ودي تاني مطعم نعمله في فندق السلام كونكورد السلام. الاولاني كان من اكتر من سنه ويك المطعم الايطالي جوجل هتلاقوها. فلما جينا نعمل ابو عوف كنت جاي وانا عارف ان انا هيعجبني اكل لانه هما شطار في اكلهم قوي. كده نبقى وصلنا لاخر حلقتنا النهارده من اكيل، ونشوفكم في حلقه تانية وتجربه تانية وافتكاسات تانية.